أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية باهتمام السيد جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بدعم وتطوير كرة القدم البحرينية من الناحية الفنية والإدارية، الأمر الذي كان له طيب الأثر في تحقيق كرة القدم البحرينية لنقلة نوعية بارزة على صعيد أندية كرة القدم والمنتخبات الوطنية، مشيرا إلى أن مواقف إنفانتينيو الإيجابية لتطوير كرة القدم وتقديم البرامج والمشاريع الهادفة إلى دعم اللعبة في البحرين تؤكد التوجهات الجديدة في الاتحاد الدولي نحو دعم الاتحادات الوطنية لمواصلة مسيرتها نحو التطور والنماء بما يتوافق مع استراتيجيتها للتطوير الذي يتبعها الاتحاد الدولي. جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينيو لبحث سبل التعاون وتطوير كرة القدم البحرينية، وذلك بحضور معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وسعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تصريح لسموه بمناسبة جلسة المباحثات مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: تسعى كرة القدم البحرينية إلى الدخول في شراكة حقيقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم باعتباره المنصة الأكبر التي تحتوي على جميع الاتحادات الوطنية وتقدم له كافة التسهيلات والخدمات الاحترافية من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي ترتقي بكرة القدم العالمية، ونحن في مملكة البحرين نثمن عاليا ثقة الاتحاد الدولي في الدخول مع الاتحاد البحريني لكرة القدم في شراكة متميزة، وهو الأمر الذي يحملنا مسؤولية مضاعفة من أجل مواصلة بذل كل جهد مستطاع لمواصلة رعاية كرة القدم البحرينية، مستلهمين ذلك من التوجيهات السديدة التي نحظى بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، والدعم المتميز من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، والرعاية الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: أننا نمتلك خطة طموحة لتطوير كرة القدم البحرينية، ونؤمن أن الدخول في شراكة حقيقية مع الاتحاد الدولي للعبة سيمهد الطريق أمامنا للاستفادة من الخبرات الكبيرة والكوادر المتميزة التي يمتلكها الاتحاد الدولي في منحنا المزيد من الخبرات الفنية لتنفيذها بصورة واقعية. أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن السيد جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا آمن على الدوام بالكرة البحرينية وقابليتها المستمرة للتطوير، وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن تطلعاتنا لبناء شراكة أساسية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم يضفي على خطط تطوير كرة القدم البحرينية صبغة احترافية في التنفيذ وسيشكل الأساس المتين لنجاحها. أضاف سموه: نحن سعداء باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم لمملكة البحرين لتطبيق العديد من مشاريع التطوير على أرضها، وأن هذا الاختيار يعبر عن مدى المكانة التي تتمتع بها مملكة البحرين على الساحة الدولية ومدى الثقة التي تحظى بها كرتنا المحلية من رأس الهرم الكروي العالمي الذي لم يتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم للكرة البحرينية. من جانبه عبر السيد جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن سعادته بالمستوى الذي وصلت إليه رياضة كرة القدم في البحرين والخطط الطموحة التي يسعى المسؤولون على كرة القدم لتطبيقها، والتي من المؤمل أن تساهم في تطوير الكرة البحرينية وجعلها تسير بصورة متميزة نحو الارتقاء بها، مشيدا بالدعم الذي تلقاه اللعبة من قبل قيادة مملكة البحرين وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الذي يمتلك طموحا لرؤية كرة القدم البحرينية في أعلى المستويات.